نتوما راه عندي الكرش دابا ومازال ملي زيرتها راه تتبان داخله، مي الكرش راه كاينه بزاف. السلام عليكم الغزالات ديالي، لاباس عليكم الغزالات ديالي وخوتي وخواتاتي، لان فلاشين عندي حتى الدراري، فمرحبا بكم معايا، كنرحب بكم مجددا. فلاشين عندي اللي ما كيعرفنيش، انا فاطمه زهره، كندير الوصفه الطبيعيه. الى بغيتوا تنضموا للعائله الكبيره ديالنا مرحبا بكم، يكفي انكم غير تابوناو وتفعلوا لي الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. مرحبا و100 الف مرحبا، وكنشكركم كاملين على الدعم ديالكم و لي كومونتير زوينه ديالكم. اليوم البنات غادي نبارطاجي معكم يعني شي حاجه ديالي انا شي حاجه ديالي، يعني شي تجربه غادي نمر بها ولا غادي نبدا فيها، فغادي نبارطاجيها معكم من الاول اخويتي، من الاول من الديبار، ما نتسناش انا تعطيني النتيجه ولا ما تعطينيش عاد نقول لكم، لا انا من الاول الاول علاش تعول ياك. المهم شنو هي الحاجه اللي نبارطاجي معكم؟ اختكم فاطمه الزهراء عندها الكرش، عندها الكريشه. دايجا واحد السيده كانت كتبت لي ويلي فاطمه الزهراء واش انت حامله؟ لا 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 ما يمشيش بالكم بعيد، اما كاينه لا حماله لا، الله يسترني اخويتي انا باقي كاع ما تزوجت. المهم الكرش درتها غير من الماكله وبالزياده في الوزن، ومهم المهم درتها اختي الطحشه، وما عندي ما ندير، ما تنتحركوش بزاف دابا غير الحجر وهذا، ما كاين لا سبور لا والو. ديجا ملي كنت كنستاجي وهذا وكنت خدامه كنت ديما كنخرج ديما يعني لا مارش وهذا ما كانتش عندي، دابا مع الدار درت الكرش. مهم درت الكرش وبغيت الحل، انا عندي الحل، انا عندي الحل بالنسبه للكرش، ولكن بغيت بغيت شي حل يكون بالزربه بالزربه، شي حل سريع. فخديت واحد السمطه من عند تعاونيه اللي بارطاجيت معكم مؤخرا، اللي هي تعاونيه غيزلان بوش بيو، وصلتني البارح السمطه ووصلني الزيت ديال التنحيف اللي كتمصي به وكديري السمطه، ولا بغيتي تاخدي غير الزيت بوحدو خدي، بغيتي تاخدي السمطه بوحدها خديها. مهم انا بغيت ناخذهم بجوج باش يعني داكشي يكون متفاعل مع بعضياته، ومن يعني نحصل على النتيجه اللي تكون نتيجه مرضيه. ديجا استعملت المنتوجات ديالهم واعرين واعرين، بزاف منكم كيقولوا لي غلاضيتي وهذا، راه المنتوجات ديالهم فريمون زوينين، خصوصا الكريم ديال زياده في المناطق الانثويه خطير بزاف بزاف، كنصحكم به قسما بالله. وكنصور لكم هذا الفيديو هذا اليوم اللي هو الجمعه، ما عندي علاش نكذب، ما عندي علاش نكذب اختي، عطاني داكشي نتيجه، انا تنقولها وتنعاود، عطاني نتيجه في مده لي قصيره. فعجبوني منتوجات وبغيت نعاود يعني نقتني منتوجات وحده اخرين، فمادام انني كنت باغا نزيد في الوزن وزدت في الوزن، فبغيت عاوتاني نحيد الكرش، فشنو غادي ندير؟ خصني نقلب على شي حاجه اللي تحيد لي الكرش بالزربه. فالبارح وصلتني السمطه، كنت يعني وصيت عليها داكشي وصلتني، وكذلك وصلني الزيت ديال التنحيف، وصلني واحد السيروم دابا نبارطاجيه معكم ديال الشعر حتى هو، ولكن خليته نجربو ونبارطاجيه معكم ان شاء الله فيديو واحد اخر ولا فروتين. دابا غادي نبارطاجي معكم التجربه ديالي من الاول، وان شاء الله مني ما غادا تبقى لا كرش لا والو، غادي نعاود عاوتاني ندير فيديو ونقول لكم النتيجه. مي انا علاش بغيت ندير هذا الفيديو من الاول؟ باش نقول لكم ان هاد السمطه هادي لاحظت فيها واحد الحاجه زوينه. ديجا هاد السمطه مختلفه على السمطات الاخرى، انا غادي نوريها لكم. اللي لاحظت فيها هو انها انا البارح مني وصلتني درتها، بقيت بها النهار كامل، حتى بغيت نعس عاد حيدتها. مني بغيت نحيدها ما تخيلوش كرشي كيفاش ولات بالماء، الماء الماء الماء، تقولها كبه كاس ديال الماء على كرشي، هكا 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 المياهات كتهبط. عرفتي ما تصوروش شحال فرحت، لان هذاك الماء اللي هبط راه هو اصلا خصو يحيد، لان ملي كتخرجي واحد الكميه كبيره ديال العرق اولا ديال الماء من الجسم ديالك، فراه مزيان اولا كتخرجي السموم، ثاني حاجه كتهبطي من الوزن. فبالنسبه للسمطه انا كما قلت لكم استعملتها البارح، بقيت بها نهار كامل وعجباتني صراحه، واللي عجبني فيها هو انها مختلفة على السمطات الاخرين. ديجا كانت عندي سمطة، هذه سمطة وفي نفس الوقت جيلي كما كتشوفوا البنات، هي جيلي كتلبس يعني كتلبسيها هكا، ها نتوما
زوينه صراحه، حمقاتني، واعره، سبورتيف ياك صراحه. خصني ندير نوقف باش تشوفوا، اسمحوا لي باش نوريكم مزيان كيفاش كتلبس. المهم البنات هانتوما شوفوا بعدا الشكل ديالها. اول حاجه فيها السمطه، ديجا كانت عندي انا غير السمطه اللي هي هذه، غير هاد البارتيه هذه، ولكن هاد السمطه هذه مختلفه على السماطي الاخرين. اولا هي جيلي، ثاني حاجه ملي كتلبسيها كما كتشوفوا هانتوما، ملي كتلبسيها فيها ثلاثة ديال البلايص ديال الدرجات، يعني الدرجه الاولى الثانيه الثالثه، يعني انت في الاول ملي كتجيبيها كتبقاي تلبسيها على الدرجه الاولى، من بعد الثانيه من بعد الثالثه، فهمتوا هانتوما. المهم انا نلبسها ونوريكم هانتوما البنات. مهم باش نوريكم بلي راه عندي الكرش، هانتوما راه عندي الكرش دابا، ومازال ملي زيرتها راه تتبان داخله، مي الكرش راه كاينه بزاف. اختكم فاطمه الزهراء تقولها بصح حامله. المهم ملي كديروها كتاخذوا هذه وكتسدوا، هذه راه فيها السلسله، زوينه صراحه واعره، خطيره خطيره خطيره، حمقاتني البنات والدراري يعني اللي كيعانيو من الكرش، والعيالات اللي كيكونوا ديجا ولدوا وبقات ليهم الكريشه، فكنصحكم بهذه السمطه هذه. المهم كتطلع بحال هكا وكتجي هذه بحال هكا، هانتوما زوينه بزاف بزاف البنات، غادي تحمقكم غادي تسطيكم. المهم اختكم راه ماشي دارت الكرش، راه دارت ستاري بوكريشه. المهم بنات غادي نجلس باش نكمل لكم، هانتوما دايره الشكاره غدا للمدرسه. المهم بنات هانتوما غادي نوريكم ها هي السمطه كما كتشوفوا، هي اللي زوين فيها هو انها فيها اللوينات، كاين الكحل، الزرق، الموف والغوز. بالنسبه لي طاي كتقولي الطاي ديالك بحال انا عندي 38، يعني وصيت على 38 وصلتني 38، تبارك الله ما شاء الله عليهم، متقونين في الخدمه ديالهم في العمل ديالهم. بالنسبه لي طاي كاين الاس، الام، الال، اكس ال، دوبل اكس ال، يعني نتيا كتختاري اللي بغيتي وكتوصلك حتى للدار. هذه بالنسبه للسلطه. بالنسبه للزيت التنحيف، ها هو تنحيف، ماشي غير البطن، لاي منطقه في الجسم من الوجه حتى للرجلين، يعني بغيتي تطعفي وجهك هذا خصني نديرو، لان كلكم اللي تقولي لي وتي راكي درتي الكركور صافي كونوا هانيين، انا غادي نحيد هذا كونوا هانيين. المهم هذا الزيت هذا فيه بزاف ديال الزيوت اللي اساسيه، واللي عجبني فيه هو انه فيه سكنجبير، وانا عارفه ان السكنجبير كيحيد الدهون من الجسم وكيضعف. ديجا بارطاجيت معكم واحد الوصفه فيها سكنجبير ديال الكرش، ففيها سكنجبير، اللوز المور، القرقاع، الجوز الهندي، زيوت طبيعيه، زيوت اساسيه واحده اخرى يعني اللي ما يمكنش يكتبوهم بطبيعه الحال. فهاد الزيت كدهنيه مزيان. اول حاجه واول نصيحه غادي نعطيها لكم هي انكم تاخذوا واحد الفوطه، من الاحسن خذوا فوطه باش تحلوا المسام. اول مرحله خذوا فوطه فزقوها في الماء سخون وعصروها وحطوها على كرشكم واحد شويه باش المسام يتحلوا. من بعد ديروا الزيت، ماسيوه مزيان بحركه دائريه في الكريشه ديالكم. ومن بعد شنو غادي ديروا؟ شنو درت انا وشنو كندير دابا حاليا بالنسبه لهاد القضيه ديال الكرش اللي عندكم كرش بزاف؟ كان ملي كندير هاد الشيء هذا كناخذ بلاستيكه، يلا حيدتها اصلا، يلا كنت دايره السلطه دابا، ما تخيلوش شحال ديال الماء هبط، راه نيت راه باقي الماء، راه باقه فازقه، ما عرفتش غيبان لكم مي باقه فازقه. هادي ديال الطوابل، هاد الميكا ديال الطوابل اللي كنحطو في العراسات ديال درهم، كان ملي كنساليو الماكله وكنجمعوها نلوحوها، هي هادي قطعت منها ودرتها. ولا ما عندكمش هادي ديروا السلوفان. المهم ملي كديروا الزيت كديروا الميكا وكتضربوا السمطه. بغيتي ديري لا مارش ديريها، بغيتي تساري في الدار تساري، بغيتي تبقاي عاكسه جلسي. المهم كيف ما درتي ملي غتجي تحيديها غتلقاي راسك، اش غنقول لكم اش غنقول لكم شحال ديال المياهات غادي يخرجوا، ما تصوروش. انا بامكاني ما نبارطاجيهاش دابا، شي هاد السمطه هادي وهاد الزيت التنحيف بامكاني ما نبارطاجيهمش معكم دابا حتى نشوف النتيجه في راسي. مي قلت لا نبارطاجي من الاول باش يشوفوها. انتم دابا شفتوا كرشي، شوفوا كرشي
يعني قداش راه كرشي راه تبارك الله ما شاء الله تقوليها سداري يا خيتي سداري بكريشه. قلت لكم بارطاجي معكم من الاول، نتوما عارفيني انايا غدا نيشان فلاشين ديالي، ما عندي علاش نكذب عليكم وما عندي علاش نبقى نزوق ونلون في الهضره. بارطاجي معكم التجربه ديالي من الاول، انا عندي الكرش وهنا بديت الصنطة ان شاء الله، وبديت الزيت ديال التنحيف زوينه ريحته وغزال ما شاء الله كيحمق تبارك الله عليهم. فان شاء الله مني غادي تحيد الكريشه على حساب انا راه دغيا تتبان فيا النتيجه سبحان الله العظيم، مني غادي تحيد الكريشه ولا تبان لي بدات كتنقص غنعاود ندير فيديو وتشوفوا النتيجه قدام عينيكم. فنصحكم اصلا شوفوا اصلا السمطه معروفه كتحيد الكرش بلا ما نقولها انا ولا يقولها واحد اخر، السمطه كتحيد الكرش ديجا الطبيب كينصح بها، الدراري كيديروها في السبور ديالهم، البنات كذلك كما كتشوفوا بحال هاد الانيسه واخا ما لابساش حوايجها. المهم السمطه راه معروفه انها كتحيد الكريشه، فكنتمنى دعيو معايا اخيتي دعيو معايا نحيد الكريشه، راه ما كنحملها ما كنقبلها. كرش ما خصهاش تكون عند البنت والله العظيم، حتى الا كانت تكون شويكيكا ماشي بزاف غير شويه صافي، ولا طي خصها تكون مرسومه. المهم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد حقا، ما تنساوش الا بغيتو الصمطه وبغيتو تعرفوا البخي ديالها دخلوا الانستغرام، ها هو واحد السهم هنايا غتلقاو الانستغرام ديال بوجبيو غزلان بوجبيو، سولوها وإلا ما جاوباتكمش في انستغرام حيتاش عندها الدرك تبارك الله ما شاء الله، دخلوا عندها النمره في واتساب وهضروا معاها، هضروا معاها ميساج، هضروا معاها ميساج في واتساب قولوا لها جينا من طرف فاطمه زهره بيوتي، وسولوها على السمطه وسولوها على اي حاجه بغيتو، ونتمنوا من الله خير ليكم وليا، وتهلاو في ريوسكم كنموت عليكم، باي باي.